السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده عرض شركه شمس لخدمات الكمبيوتر، عرض نمره 2. النهارده يا جماعه كل يوم عندنا عروض جديده، كل يوم بنتكلم في مواصفات جديده في اسعار جديده. النهارده عرض شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الاتش بي الزد بوك جي 5. الاتش بي الزد بوك جي 5 جهاز مكسر الدنيا طبعا، ومطلوب جامد لانه جهاز ورك ستيشن، جهاز بيشتغل معاك 5-6 سنين جايه قدام ان شاء الله اذا اراد ربنا واحيانا المولى. النهارده بنتكلم في عرض شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الاتش بي الزد بوك جي 5 العادي. الاتش بي الزد بوك الجي 5 العادي ال 15.6 وفول كيبورد. المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل الثامن ال 8850 اتش، رامات 32 جيجا دي رام 4، هارد 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى البي 1000، بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. طبعا شاشات 15.6 فول اتش دي، اجهزه حاله الزيرو يا جماعه، معنى كلمه حاله الزيرو مش محتاجه كلام كتير، اجهزه استيراد فرز اول ورك ستيشن. العرض الثاني من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على الاتش بي الزد بوك الجي 5 الاستوديو، اجهزه الترا سليم، اجهزه الترا سليم تبقى سليمات شويه. المواصفات بتاعتها برضو الكور اي 7 الجيل الثامن ال 8850 اتش، برامات 32 جيجا دي رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي، كارت الفيجا بتاعه بيبقى الانفيديا كوادرو البي 1000، البي 1000 برضه بيبقى 4 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. برضه 15.6 الكيبورد بتاعته بتبقى صغيره شويه عشان الترا سليم. طبعا بقى كل الحركات يعني في بصمه عين، كاميرا، فينجر برينت، اجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو وحاله الزيرو. احنا كده عندنا الموديلين الجي 5 الاستوديو والجي 5 العادي. وعرض حصري من شركة شمس لخدمات الكمبيوتر الاستوديو سعره 26,500 والعادي سعره 27,000 جنيه. اجهزه استيراد فرز اول بحد الزيرو بتيجي بالشواحن الاوريجينال بتاعتها. وجماعه فرز اول يعني الجهاز حاله الزيرو زي ما انت شايف، لا تصين ولا تخبط ولا تخربش ولا تبهدل. اول استخدام ليه في الشرق الاوسط هو حضرتك. فاجهزه استيراد فرز اول بحاله الزيرو الاستوديو 26,500 والعادي 27,000 جنيه لفترة محدودة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.